خلال السنوات الماضية تغيير المناخ كان واضح وملموس، كانت تأتي سيول مثلاً في السنة سيل واحد، الآن ممكن نشهد في السنة الواحدة أكثر من 10 سيول. شعور سيء جداً ما تقدر توصفه، يعني خلاص دمرت أراضينا، أصبحنا غير قادرين على ري الأراضي الزراعية ولا يمكن إعادتها بسهولة. جاءت السيول الكبيرة دمرت أجزاء كبيرة من الأراضي الزراعية فحولتها من مساحات خضراء إلى مساحات مليئة بالأحجار، وانتهى الجانب الزراعي فيها بالكامل. هذا التغير التدريجي في المناخ ما كان عندنا الاستعداد لمواجهته، لذلك حصل الدمار. تم التواصل مع عدة جهات من منظمة الهجرة الدولية، تم تقرير التنفيذ، المواطنين شاركوا في عملية البناء. بعد تحقق المشروع وتنفيذه زيادة أولا الرقعة الخضراء، هذه الرقعة الخضراء طبعا عززت الإنتاج، المحاصيل الزراعية عيدت لها الحياة بالتدريج.